هذه الصورة المثيرة للريبة جعلت الجمهور يستعيد منهج هذه الفنانة التي اعتادت الجرأة في مواجهتهم دون أدنى محاولة منها للتروي، وتركت وراءها الأسئلة تتوالى عن أسباب الصورة ومصير العلاقة مع رجل الأعمال الشهير، وذلك بعد أيام من إعلانها انطلاق المواجهة مع الصحفيين. فماذا تريد نادين جيم هذه المرة بتلك التصرفات المريبة؟ تحولت طبيعة العلاقة المعلنة بين الممثلة اللبنانية نادين جيم مع رجل الأعمال ناريك ناربيكيان إلى مادة رائجة لأحاديث الجمهور العربي الذي فوجئ بالصورة الأخيرة لنادين مع خطيبها، والتي توحي بأن العلاقة بينهما أقوى من مجرد الخطبة، فضلاً عن إعلان نادين عن هدفها المستقبلي من الزواج. أحب ما نحن عليه الآن، وأنا أتطلع إلى بناء إمبراطوريتنا. كان ذلك هو الهدف الأول الذي أعلنت نادين عنه بأسلوب مصبوغ بالسياسة، خصوصاً مع حديثها عن تأسيس عائلة، لكنها لم تتطرق في الوقت ذاته إلى توجهها المهني مستقبلاً حال بداية الحياة الزوجية الجديدة. تحترف نادين جيم عملها جيداً في مجال التجميل، وقد سافرت كثيراً وفق طبيعة ذلك العمل، وقد تعرفت خلال إحدى سفرياتها على ناريك لتكون على موعد مع تسريبات دورية عنهما، لكن هذه التسريبات لا تشكل أزمة كبيرة لها، فهي تعتبرها أموراً طبيعية ولا تدعو للخجل، خصوصاً أنه ليس ثمة ما يدعو لذلك من التسريبات التي يتم تداولها بين حين وآخر بشأن علاقتها مع ناريك. وبعد طول صبر قررت نادين الدخول في مواجهة مع الصحافة وجمهور المنتقدين على السواء، حينما ردت على الجميع بتصريحات مفادها أن لديها حقا ستحصل عليه بالطرق القانونية، وأن النقد الفني ليس معناه الإساءة والتطاول عليها، وذلك في إشارة إلى المخالفات القانونية التي انطوت عليها ألفاظ أولئك الذين تعرضوا لها بالسوء بزعم أنهم يمارسون النقد الفني المباح وفق مجلة هير نيوز. أولادي خط أحمر، أما غيرهم بيروحوا بيجي. بتلك الكلمات حسمت نادين أزمة ولديها من زوجها الأول لاعب البوكر هادي الأسمر، الذي تزوجها عام 2012 ودام زواجهما 7 سنوات، لكن نادين لا زالت تباشر الاهتمام بأبنائها، وهم هافن البالغة من العمر 10 سنوات، وجوفاني الذي لم يتجاوز عمره 7 سنوات. وها هي الآن تستعد لزفافها المقرر في صيف العام المقبل. ولعل نادين التي تفوقت في عروض الأزياء منذ سن 16 وحملت لقب ملكة جمال لبنان وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية، لم تكن تتوقع في ارتباطها الأول الذي أنهته بطريقة سلمية منذ 4 أعوام، ولم تكن تتوقع أيضاً أن تدور حياتها الشخصية على ذلك النحو وتصبح شهرتها سبباً في تتبع الجمهور لها، لكنها طبيعة الشهرة التي يدفع أبطالها حتماً ثمناً إلزامياً فرضه الجمهور عليهم.